الرحمن الرحيم، معكم المواطن فهد القحطاني. انا من سكان حسام، نعاني من السيول والامطار في الشارع هذا. قدمنا على البلديه خفض منسوب الشارع هذا متر و10 سنتي للوادي، كلها المساله متر وحدود 180 متر. راحت المعامله للبلديه ولمصلحه المياه، صار الرفض من مصلحه المياه مع العلم انهم بالوافقه وقالوا نستطيع ان نصلح الشارع، لكن ما نبغى البلديه تجبرنا ان احنا اللي نصلحه. رجعت المعامله للبلديه ورجعوها مره ثانيه للمصلحه وصلحوا لها دراسه وقالوا مرفوضه بتاتا عشان ما يبغون يصلحون. في الاخير صلحوا لنا مناهيل، المناهيل هذه ما تنفع في الشارع هذا لانها نقطه صفر للحواري كلها تصب في الشارع هذا. وتنسد، حط تحتها الخط، تنسد الشبوك بالوساخات والاكربه، وعندنا مقاطع فيديو وعندنا ما يثبت. وهذا خامس مشروع يصلحونه، الاول مشروع الحربي والاخير هذا مشروع اسوار عسير، توه ما له سنه وهذا